لنتائج الأندية المصرية ومشاركتها في البطولات الإفريقية. 4 أندية مصرية بتمثل مصر في البطولات الإفريقية، سواء على مستوى دوري أبطال إفريقيا أو على مستوى الكونفدرالية الإفريقية. شفنا نتائج إيجابية للأربع فرق اللي بتشارك مع يعني طبعا مصر في البطولات الإفريقية، النادي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، في حين في الكونفدرالية الإفريقية كل من الزمالك والمصري البورسعيدي. 4 نتائج بنؤكد ان هم ايجابيين باذن الله، وبنامل ان شاء الله كل الانديه المصريه تواصل النتائج الايجابيه. هبدا مع نادي الاهلي اللي تفوق ذهابا على جورماهيا الكيني في كينيا بفوز كان ب3 أهداف مقابل لا شيء، وشهد تشكيل النادي الاهلي مشاركه الصفقه المنتظره يحيى عطيه الله كاول الصفقات اللي بتشارك مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، صفقه جديده ومهمه، في حين باقي التشكيله كانت عباره عن لاعبين طبعا اعتدنا عليهم مع النادي الاهلي في السنوات الماضيه. النادي الاهلي امن صعوده باذن الله لمرحله المجموعات بفوز هام جدا ب3 أهداف مقابل لا شيء. اهم حاجه كمان ان الاهداف كانت كلها في بدايه المباراه، وتحديدا في الشوط الاول رامي ربيع في الدقيقه 13 وبيرسي تاو في الدقيقه 14، وبيرسي تاو اللي بيضيف ثاني اهدافه في هذا اللقاء تحديدا في الدقيقه 72. نفس الحال بينطبق على بيراميدز اللي ايضا حقق نتيجه ايجابيه وتعادل ايجابي كان مهم جدا بالنسبه له عشان ايضا يامن موقعة العودة. بالنسبة له أي نتيجة إن شاء الله بالفوز هتأمن صعود بيراميدز إلى الدور المجموعات أو دور الـ16، أما طبعا أي تعادل سلبي بإذن الله هيكون أيضا بيؤمن فوز بيراميدز وصعوده إلى مرحلة المجموعات. بالنسبة لدوري الأبطال حضراتكم عارفين أن بعض الأندية تم استثنائها من المشاركة في دور الـ64، وبدأت بعض الأندية بتشارك من دور الـ32 زي النادي الأهلي على سبيل المثال، على عكس بيراميدز اللي شارك في بداية هذه البطولة في دور الـ64. بعد كده هيتم أكيد تقسيم الفرق الـ16 اللي بيصعدوا على 4 مجموعات متساوية، كل مجموعة هيكون فيها 4 فرق بإذن الله. بنأمل إن شاء الله أن النهائي هذه البطولة يكون بين الناديين اللي بيمثلوا مصر بيراميدز والنادي الأهلي، ويبقى نهائي مصري خالص، وبنضمن بيه أكيد استمرار سيطرتنا على البطولات الإفريقية. الناحية التانية وفي الكونفدرالية الإفريقية كنا قصينا شريط هذه البطولة بلقاء نادي الزمالك والشرطة الكيني أيضا، وللتفوق أيضا في نادي الزمالك ذهابا بهدف مقابل لا شيء، هدف كان أحرزه عبد الله السعيد يعني عشان أيضا يؤمن نادي الزمالك إن شاء الله موقعة يوم الجمعة بإذن الله هنا في مصر بإذن الله، عشان يصعد أيضا نادي الزمالك إلى الدور المقبل ويؤمن أيضا استمرار سيطرته على هذه البطولة والحفاظ عليها للموسم الثاني على التوالي. 3 نتائج إيجابية في حين نتيجة تعتبر سلبية بالخسارة، ولكن المصري البورسعيدي لو نبص على اللقاء فهو قدم لقاء كان جيد، قدم فيه مرتين طبعا، شفنا سيناريو المباراة أي نعم انتهت بالهزيمة ب3 أهداف مقابل هدفين، ولكن في النهاية وفي المجمل فوز وتسجيل أهداف خارج الديار أكيد بيؤمن أن المصري البورسعيدي يصعد بإذن الله إلى الدور المقبل إن شاء الله. يعني نبعد عن قصة التعادلات، لازم المصري طبعا يتفوق على الهلال الليبي وبهدف مقابل لا شيء يضمن بيه أكيد الوصول. كان المصري تقدم مرتين، يكفي أن لحد الدقيقة 63 الهدف الثاني اللي كان أحرزه صلاح محسن اللي تألق في هذا اللقاء ويمكن أحرز هدفين، كان هدف في الدقيقة 44 وهدف في الدقيقة 63، ولكن طبعا الهلال قدر أن هو يعود سريعا إلى اللقاء، وتوقيت الهدف الثاني تحديدا والدقيقة 68 أعتقد كان مهم جدا للهلال أن هو بيتعادل وبيبدأ طبعا مع الشحن الجماهيري، والمباراة كانت بتلعب طبعا خارج الديار، يستطيع محمد بن سالم إحراز هدف في الدقيقة 80 ليتفوق الهلال الليبي على المصري البورسعيدي ب3 أهداف مقابل هدفين. خلصنا مرحلة الذهاب، شفنا الـ4 فرق المصرية اللي بتشارك سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الإفريقية، منتظرين بإذن الله على أيام بقى طبعا الجمعة والسبت والأحد المقبلين إن شاء الله مشاركات. الزمالك يلعب يوم الجمعة أمام الشرطة الكيني هنا في القاهرة، نفس الحال بالنسبة لبيراميدز والنادي الأهلي هيبدأوا بإذن الله إن هم يلعبوا يعني أمام حضراتكم الأهلي وجورماهيا الكيني السبت الساعة 7 على طبعا مصر هنا السبت 21 سبتمبر، في حين بيراميدز هيلتقي في نفس اليوم بإذن الله في تمام الساعة 9 مع الجيش الرواندي بإذن الله أيضا في إياب دور الـ32 ولكن من دوري أبطال إفريقيا. نادي الزمالك والكونفدرالية الإفريقية يوم الجمعة الساعة 8 بإذن الله أمام البوليس الكيني، في حين بإذن الله المصري البورسعيدي هيلتقي مع الهلال الليبي يوم الأحد بإذن الله 22 سبتمبر الساعة 7. يعني كل التوفيق إن شاء الله للأندية المصرية يواصلوا إن شاء الله مشوارهم نحو الألقاب، ونتمنى نشوف النهائيين سواء في الكونفدرالية الإفريقية أو دوري أبطال إفريقيا مصري خالص بإذن الله.